ضد الحكرة ناضل ضد ناضل اتفاق 26 ابريل 2011 الا ان هناك اتفاق اخيرا سيتهيئون للتوقيع عليه بمرسوم هو 23 هو 14 يناير 2023 الذي سيتم بسببه طمس هذا الاتفاق. اذا احنا الان نطالب في هذه الوقفه التي سميناها بوقفه الامل لان الامل الكبير في المسؤولين أن يعودوا لرشدهم وأن يهتموا ويقدموا أن يعني التفاتة حقيقية لهذه الفئة وأن لا يقعوا في ما يسمى نسميه نحن العبث، لأن لا يمكن أن تكون حكومة سابقة وتأتي بعدها حكومة لاحقة وتضرب ذلك الاتفاق عبر الحائط. إذا هنا مطلبنا أن هناك استمرارية ديال الدولة، بما أن هناك استمرارية ديال الدولة إذا احنا في بلدنا ونطالب بإنصافنا في حقنا وأن لا يتم إقصاؤنا مرة أخرى بعد ما انتظرنا مدة 12 سنة وحنا ننتظر هذا الاتفاق الذي تأكد من خلال اتفاقات متتالية من 2011 إلى 2019 إلى 2021 إلى أننا تفاجأنا في اتفاق 2023 لإقصاء هذه الفئة اللي هي أساتذة ابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي وملحقين الإدارة والاقتصاد وملحقين التربويين من حقهم في الحصول على خارج السلم. إذا نطالب بحقنا بالأثرين المادي والإداري حسب ما تنظمه الترقية إلى خارج السلم في إطار القانون الوظيفة العمومية. أنا الآن وقفة سلمية مع الإخوة والأخوات ديالي لأننا كنناضلوا من أجل واحد الهدف سامي اللي هو الترقية خارج السلم وبطريقة سلمية إسوة بالإخوة ديالنا في العدل وفي الصحة، وهذا شيء يعني أنه مطلب وحق من الحقوق ديالنا، لأنه عشنا في واحد الفترة كبيرة ديال الحيف وديال التهميش، والآن حان الوقت لنقف رجلا ومرأة واحدة بطريقة سلمية وتحت مظلة تنسيقية الأم اللي ربما تنسقنا غادي تنصفنا بواحد الطريقة جلية إن شاء الله ويكون الخير. إذا الهدف ديالنا هو انتزاع هذا الحق اللي هو حق من الحقوق ديالنا وبدون شرط. إذا ضروري من تكاتف الجهود ومن إيصال أصواتنا إلى المسؤولين ومن رؤية بواحد الطريقة ديال الرحمة وديال لأن وصلنا لواحد السن وواحد الوضع اجتماعي مزري، خص ضروري باش تكون واحد المساندة لنصل إلى ما نصبوا إليه وما ضاع حق وراءه مطالب. وتحية نضالية. الآن أنا منتمي لهذه التنسيقية الوطنية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ضمن أو المضمن في اتفاق 26 أفريل 2011. بالنسبة للموضوع ديالنا احنا واقفين أننا كنطالبوا بخارج السلم بأثر رجعي ومادي بناء على مرجعين. المرجع الأول وهو الخطاب الملكي السامي ديال 9 أفريل 2011 واللي كيجي من بعد منه الاتفاق ديال 2011 حتى هويا، على اساس ان بالنسبه ضمن الاتفاق ديال 2011 واللي انها تراجعت عليه الوزاره بشكل عكسي ب 360 درجه، وان خصاتنا حنايا واحد الفئه كثيره بزاف، وما عرفنا هاد الناس بطبيعه الحال بطريقه مزاجيه.